بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. تفسير سورة لم يكن وهي مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. حتى تأتيهم البينة. يقول الله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. يقول ابن سعدي رحمه الله أي من اليهود والنصارى والمشركين من سائر أصناف الأمم منفكين عن كفرهم وضلالتهم الذي هم عليه، أي لا يزالون في غيهم وضلالتهم، لا يريدون مرور الأوقات إلا كفرا، لا يزيدهم مرور الأوقات إلا كفرا، حتى تأتيهم البينة الواضحة والبرهان الساطع. ثم فسر تلك البينة فقال رسول من الله، أي أرسله الله يدعو الناس إلى الحق، وأنزل عليه كتابا يتلو ليعلم الناس الحكمة ويزكيهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور. ليعلم الناس الحكمة ويزكيهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور. ولهذا قال يتلو صحفا مطهرة، أي محفوظة من قربان الشياطين لا يمسها إلا المطهرون، لأنها أعلى ما يكون من الكلام. ولهذا قال عنها فيها، أي في تلك الصحف كتب قيمة، أي أخبار صادقة وأوامر عادلة تهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. فإذا جاءتهم هذه البينة فحينئذ يبين طالب الحق ممن ليس له مقصد في طلبه، فيهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيا عن بينة. وإذا لم يؤمن أهل الكتاب بهذا الرسول وينقادوا له فليس ذلك ببدع من ضلالهم وعنادهم، فإنهم ما تفرقوا واختلفوا وصاروا أحزابا إلا من بعد ما جاءتهم البينة التي توجب لأهلها الاجتماع والاتفاق، ولكنهم إرادائتهم ونذالتهم لم يردهم الهدى إلا ضلالا، ولا البصيرة إلا عمى. حسب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. فهذه سورة البينة وتسمى سورة لم يكن، وهي من السور المدنية. وقد جاء في هذه السورة حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. فقال أبي وسماني لك؟ قال نعم فبكى. متفق عليه. وهذه السورة تضمنت
قول الباري جل وعلا: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. فقراءة النبي صلى الله عليه وسلم على أبي المذكورة في الحديث هي قراءة إبلاغ وليست قراءة تعلم واستذكار. هذه السورة تضمنت معاني عظيمة استهلها الباري جل وعلا بقوله: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى والمشركين من سائر أصناف الأمم منفكين. ما معنى منفكين؟ قال مجاهد: منتهين حتى يتبين لهم الحق. فالمعنى لم يكونوا منتهين ومقلعين عن الكفر الذي هم عليه حتى يتبين لهم الحق، فهم لا يزالون في غيهم وضلالهم، لا يزيدهم مرور الزمان إلا كفرا وضلالا حتى تأتيهم البينة. ثم بين جل وعلا ما هي البينة، والبينة معناها الحجة الواضحة والبرهان الساطع. فسرها الله عز وجل بقوله: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. هذا الجزء الذي سمعناه من تفسير مطلع السورة يبين لنا مقصودا عظيما لهذه الآيات، وهو عظم النعمة والمنة من الله عز وجل ببعثة نبيه صلى الله عليه وسلم. بعثة النبي صلى الله عليه وسلم منة كبرى ونعمة عظمى، ويزداد معرفة قدر هذه النعمة بحسب معرفة شدة الحاجة إليها. ولهذا بيّن الله عز وجل أن الناس سواء من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى أو من المشركين كانوا في غي وضلال وكفر، مقيمون عليه لا ينفكون عنه حتى يأتي أو تأتيهم البينة التي هي بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يكن للناس مخرج من هذا الضلال إلا ببعثة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وهذا كقوله سبحانه: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ولهذا امتن الله عز وجل على الأمة بهذه النعمة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إذن هذه الآيات أيها الإخوة تذكرنا بالنعمة الكبرى والمنة العظيمة من الله عز وجل ببعثة نبينا صلى الله عليه وسلم الذي أنقذ الله به البشر من الضلالة إلى الهدى ومن العماية إلى سبيل الرشاد. فسر الله عز وجل هذه البينة
بقوله رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، فهذه الآية هي تفسير للبينة حتى تأتيهم البينة. ما هي البينة؟ رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. وفي قوله من الله يعني أرسله الله وبعثه الله، وهذا بيان لعظم المنة من الله عز وجل بإرسال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس هاديا ومبشرا ونذيرا صلى الله عليه وسلم. ثم بين الله عز وجل وظيفة هذا الرسول المبعوث صلى الله عليه وسلم، فقال يتلو صحفا مطهرة. يتلو صحف مطهرة، قد يرد إشكال حول قضية، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، والآية تقول يتلو صحفا مطهرة، فكيف نفهم هذه الآية؟ من عند جواب يا أخوان؟ تفضل. جيد، أحسنت. يتلو صحفا مطهرة يعني يقرأ ما تتضمن الصحف من المكتوب عن ظهر قلبه، يقرأ ما تتضمنه الصحف من المكتوب عن ظهر قلبه، لأنه صلى الله عليه وسلم كان أميا. هذه الصحف المطهرة هي بأيدي سفرة كرام بررة، فهي عند الله كما قال الله عز وجل، هي في الملأ الأعلى في صحف مطهرة، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة. لكن يظهر أن ذكر الصحف المطهرة هنا فيه تعظيم للمنة وبيان لعظم النعمة، فهذا النبي الأمي الذي بعثه الله هاديا للأمة يقرأ على الناس ما كتب في الصحف المطهرة في الملأ الأعلى، وهذا لا يقدر عليه أحد من الناس، فلا أحد يقدر على إيصال هذه الهداية الموجودة في تلك الكتب العلية التي بأيدي سفرة كرام بررة إلا الله عز وجل الذي بعث نبيه يقرأ ما في هذه الكتب على الناس. هذا بيان لعظم المنة على هذه الأمة. ثم بيّن الله جل وعلا عظم ما تضمنته هذه الصحف، قال جل وعلا فيها كتب قيمة، وقبل هذا أشير إلى مسألة وهي تتعلق بهذا أيضا، فيها كتب قيمة. الكتب هي الصحف فيما يتبادر إلى أذهان كثير من الناس، فالصحف هي الكتب، فكيف قال في صحف ثم قال فيها كتب؟ والجواب عن ذلك أن المراد بالكتب هنا الأحكام، فيكون المعنى
يتلو صحفا مطهرة فيها أحكام قيمة، كما قال سبحانه: كتب الله لأغلبن، بمعنى حكم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لأقضين بينكما بكتاب الله، ثم قضى بالرجم. والرجم ليس مذكورا في الكتاب، والمعنى بحكم الله عز وجل. إذن المعنى يتلو صحفا مطهرة فيها أحكام قيمة. ما معنى قيمة؟ يعني قائمة بالحق، مستقيمة المعاني، عادلة الأحكام. والكتب كما مر معنا بمعنى المكتوبات، يعني الأحكام. فقوله فيها كتب قيمة يعني أحكام مستقيمة المعاني. وهذا أيضا تعظيم للمنة وبيان لشدة الحاجة وعظم الانتفاع إلى ما في هذه الصحف المطهرة، فإن فيها أحكاما قيمة الناس بأمس الحاجة إليها ولا غنى لهم عنها. فيها كتب قيمة. ثم ذكر الله عز وجل في قوله: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، لما بين جل وعلا عظم المنة بالبينة التي هي بعثت الرسول صلى الله عليه وسلم، حذر الله الأمة من أن يكون حالها كحال أهل الكتاب الذين جاءتهم البينة المقتضية للاجتماع على الحق، لكنهم مع ذلك تفرقوا واختلفوا. فلما بين الله عز وجل عظم هذه المنة حذر الأمة من التفريط في هذه المنة العظيمة، فإن وجود هذه المنة ليس كفيلا باستقامة الناس إنهم اتبعوا الأهواء ووجد بينهم البغي. ولذلك ذكر حال أهل الكتاب فقال سبحانه: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. إذن أهل الكتاب جاءتهم البينة كما جاءتنا البينة، وهي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه من القرآن والهداية، ولكنهم مع ذلك تفرقوا واختلفوا وكفروا. فهذا تحذير من الله عز وجل لهذه الأمة ألا يكونوا مثلهم. وهذا جاء صريحا في آيات أخرى كما في قوله سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. لماذا تفرق أهل الكتاب؟ لا بد أن نستفيد من ما حصل للآخرين. لماذا تفرقوا؟ حتى لا نقع فيما وقعوا فيه. الله عز وجل بيّن ذلك أعظم بيان في كتابه. بيّن جل وعلا أن من أعظم أسباب تفرقهم أنهم تركوا حظا مما أمروا به، يعني تركوا بعض الدين، فأخذوا ما يحلو لهم وما تشتهيه أنفسهم وما يوافق أهواءهم، وتركوا ما لا تشتهي أنفسهم وما لا يوافق أهواءهم، فكان ذلك سببا في تفرقهم واختلافهم.
ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به، نسوا يعني تركوا ماذا كانت العقوبة، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. الله عز وجل يذكر لنا شأنهم ليحذرنا من أن نسلك سبيلهم فنقع فيما وقعوا فيه. وبين جل وعلا أن من أعظم الأسباب هو البغي الذي حصل بين أهل الكتاب، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. ولهذا كانوا كما قص الله علينا في كتابه، كانوا يؤمنون ببعض الحق ويكفرون ببعضه تبعا لأهوائهم، ويكفرون بما عند الآخرين من الحق لأجل اتباع الهوى، وهذا ذكره الله عز وجل عنهم في مواضع متعددة من كتابه. من تدبر القرآن وجدها بينة مفصلة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله في تفسير الآية الخامسة من سورة البينة: مع أن الكتب كلها جاءت بأصل واحد ودين واحد، فما أمروا في سائر الشرائع إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين، أي قاصدين بجميع عباداتهم الظاهرة والباطنة وجه الله وطلب الزلفى لديه، حنفاء أي معرضين مائلين عن سائر الأديان المخالفة لدين التوحيد. وخص الصلاة والزكاة بالذكر مع أنهما داخلان في قوله ليعبدوا الله مخلصين له الدين لفضلهما وشرفهما، وكونهما العبادتين اللتين من قام بهما قام بجميع شرائع الدين. وذلك أي التوحيد والإخلاص في الدين هو دين القيمة، أي الدين المستقيم الموصل إلى جنات النعيم، وما سواه فطرق موصلة إلى الجحيم. ثم ذكر جزاء الكافرين بعدما جاءتهم البينة، فقال: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم قد أحاط بهم عذابها واشتد عليهم عقابها خالدين فيها لا يفتر عنهم العذاب وهم فيه مبلسون، أولئك هم شر البرية، لأنهم عرفوا الحق وتركوه وخسروا الدنيا والآخرة. ثم قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، لأنهم عبدوا الله وعرفوه وفازوا بنعيم الدنيا والآخرة. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن، أي جنات إقامة لا ضعن فيها ولا رحيل ولا طلب لغاية فوقها، تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، فرضي عنهم بما قاموا به من مراضيه، ورضوا عنه بما أعد لهم من أنواع الكرامات وجزيل المثوبات. ذلك الجزاء الحسن لمن خشي ربه، أي لمن خاف الله فأحجم عن معاصيه وقام بما أوجب عليه. تمت والحمد لله. بقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. ذلك قوله سبحانه: ما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. بينت فيما مضى دلالة هذه الآية، وأضيف إلى ما ذكرته سابقا أن السياق القرآني يلحظ فيه أن بداية السورة ذكر فيها أهل الكتاب وعطف عليهم المشركون، ثم قال: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب، فخص الذين أوتوا الكتاب. وإفراد أهل الكتاب بعد جمعهم من المشركين للدلالة على شناعة حالهم، وأنهم تفرقوا مع علمهم
فقد جاءهم الكتاب الذي يقتضي الاجتماع على الحق والاهتداء إلى الصراط المستقيم، ولكنهم مع ذلك بسبب البغي والهوى خالفوا الكتاب وتفرقوا واختلفوا. ثم بين جل وعلا أنهم ما أمروا، يعني هذه الكتب التي أنزلها الله عز وجل قبل القرآن وجاء بها الأنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، وما جاء في التوراة والإنجيل، لأن أهل الكتاب يراد بهم اليهود والنصارى، هذه الكتب التي أنزلت عليهم كلها جاءت بأصل واحد ودين واحد، وهو الإخلاص لله عز وجل الذي هو دين الإسلام. ولهذا قال وما أمروا، يعني في كتبهم وفي شرائعهم، إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. مخلصين له الدين يعني موحدين له، لا يشركون معه غيره. ومعنى حنفاء أصل مادة الحنف بمعنى الميل، والمعنى مائلين عن سائر الأديان إلى الدين الحق، وهو التوحيد، توحيد الله عز وجل. مخلصين له الدين حنفاء، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. وخص الصلاة والزكاة كما ذكر الشيخ، وإن كانت تدخل في قوله ليعبدوا الله مخلصين له الدين، لفضل هاتين العبادتين وشرفهما. ثم قال جل وعلا وذلك دين القيمة، يعني ما أمروا به هو دين القيمة، وهو دين الإسلام. فعبادة الله والإخلاص له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة هو دين الإسلام الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان حقا على أولئك الذين أوتوا الكتاب أن يدخلوا في هذا الدين، وأن يتبعوا المبعوث رحمة للعالمين محمدا صلى الله عليه وسلم. وفي هذا بيان لاتفاق الشرائع على العقائد، فهذه الشرائع التي أنزلها الله عز وجل متفقة في العقيدة، فكلها جاءت بالتوحيد ومتفقة في أصول الدين وأصول الإيمان، كلها جاءت بالصلاة والزكاة، وإن اختلفوا في التفصيلات التشريعية، إلا أنهم في الأصول والعقائد متفقون على هذه الأصول التي هي دين القيمة. ثم ذكر الله عز وجل بعد ذلك مآل الفريقين، فإن أهل الكتاب والمشركين الذين كانوا على الكفر ثم جاءتهم هذه النعمة العظيمة ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم انقسموا إلى قسمين، قسم دخلوا في الإسلام وقسم ناوأوا الإسلام وأهله وأصروا على الكفر، فبين الله عز وجل حال الفريقين. قال سبحانه إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها.
قد أحاط بهم عذابها واشتد عليهم عقابها لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. ثم قال: أولئك هم شر البرية، لأنهم عرفوا الحق وتركوه فخسروا الدنيا والآخرة، جاءتهم هذه النعمة العظيمة من الله عز وجل فأعرضوا عنها وتنكبوا طريق الهدى بعد أن بان لهم، فكان جزاؤهم العقاب الأليم جزاء وفاقا، ولا يظلم ربك أحدا. ثم بين جل وعلا حال المؤمنين الذين اتبعوا الهدى وانتفعوا بالمبعوث رحمة للعالمين وبما جاء به هدى للمتقين، فقال عنهم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. فبدأ جل وعلا قبل جزائهم ببيان الثناء عليهم، وهذا نوع من رفع مكانتهم ومنزلتهم عند الله عز وجل، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده أنه جل وعلا يثني على عباده إنهم أطاعوه وامتثلوا أمره. فوصفهم الله عز وجل قبل أن يبين جزاءهم عكس حال الفريق الأول. الفريق الأول ذكر جزاءهم ثم ذكر وصفهم. هؤلاء اعتنى الله عز وجل بهم فأثنى عليهم ثم ذكر جزاءهم، أثنى عليهم بأنهم خير البرية. ثم بين جل وعلا جزاءهم فقال: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن، ومعنى عدن يعني إقامة. هذه الجنات فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نعيم عظيم وفوز مبين. لكن النعيم وإن عظم لا يصفو إن كان مهددا بالانقطاع والزوال، ولهذا قال: جنات عدن، يعني إقامة. ثم أكد هذه الإقامة بقوله: خالدين فيها، ثم أكدها أبدا، وهذا من تمام نعيم أهل الجنة. فإن انقطاع النعيم بعد حصوله عذاب على الروح، وتذكر أن النعيم سينقطع وإن كنت فيه عذاب. أما إذا كنت تتنعم بنعيم عظيم وتعلم أنك فيه مقيم خالدا فيه أبدا، فهذا هو النعيم العظيم. جنات عدن يعني إقامة. وقد أخبر الله عز وجل أنهم خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، لأن طول الإقامة واستمرارها قد يخشى منه الملل، لكن هذا بعيد عن أهل الجنة. فهم لا يبغون عنها حولا، يعني لا يبغون عنها تحولا، لأن كل ما في الجنة يتجدد، وكل ما فيها من نعيم لا يمل. وهذا من دلالات قوله: جنات عدن، يعني إقامة، وهو من تمام نعيمهم. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم وللسامعين
أن يرزقنا جنات النعيم تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. ختم الله نعيمهم بأعظم النعيم، وهو أنهم رضي الله عنهم، وهذا الرضوان مقامه أعلى عند أهل الجنة مما أوتوه من النعيم المقيم. ولهذا قال الله عز وجل لما ذكر نعيم أهل الجنة: ورضوان من الله أكبر. لأن هذا الرضوان الذي يحله عليهم فلا يسقط عليهم بعده أبدا يجعل في نفوسهم من النعيم ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. ورضوان من الله أكبر. وهم بعد أن دخلوا الجنات وتمتعوا بالطيبات وأحل عليهم الرب الكريم الرضوان، رضوا عن الله عز وجل، رضي عنهم لما قاموا بمراضيه، ورضوا عنه لما أعد لهم من الكرامات ولما أحل عليهم من الرضوان. ثم بين جل وعلا السبب الذي لأجله حظي أولئك بذلك النعيم، فقال سبحانه: ذلك لمن خشي ربه. فالخشية هي ملاك الأمر، وهي الباعث على الخير. والخشية أيها الإخوة من أعمال القلوب، وهذا يجعل المؤمن يحرص على إصلاح قلبه. فإن الذي يتأمل في القرآن الكريم يجد أنه في كثير من الآيات يرتب ذكر الجنة على أعمال القلوب. قد تذكر أعمال القلوب مع الأعمال الظاهرة، وقد تفرد أعمال القلوب في بعض المواضع سبباً في دخول الجنة. وهذا يجعلنا أيها الإخوة نحرص على أن نهتم بقلوبنا، وأن ندرك الأهمية البالغة لأعمال القلوب. لنتأمل قول الله عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. هذه الآيات وغيرها تلفت أنظارنا إلى الاهتمام بقلوبنا، وكما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وبهذا نختم الكلام على تفسير هذه السورة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: تفسير سورة زلزلت إذا زلزلت وهي مدنية. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال ابن سعدي رحمه الله: يخبر تعالى عما يكون يوم القيامة، وأن الأرض تتزلزل وترجف وترتج حتى يسقط ما عليها من بناء ومعلم،
فتندك جبالها وتسوى تلالها وتكون قاعا صفصفا لا عوج فيها ولا أمتا. قال: وأخرجت الأرض أثقالها، أي ما في بطنها من الأموات والكنوز. وقال الإنسان إذا رأى ما عراها من الأمر العظيم مستعظما لذلك: ما لها، أي أي شيء عرض لها. قال تعالى: يومئذ تحدث، أي الأرض، أخبارها، أي تشهد على العاملين بما عملوا على ظهرها من خير وشر، فإن الأرض من جملة الشهود الذين يشهدون على العباد بأعمالهم، ذلك بأن ربك أوحى لها، أي أمرها أن تخبر بما عمل عليها، فلا تعصي لأمره. قال تعالى: يومئذ يصدر الناس من موقف القيامة حين يقضي الله بينهم أشتاتا، أي فرقا متفاوتين، ليروا أعمالهم، أي ليريهم الله ما عملوا من السيئات والحسنات ويريهم جزاءه موفرا. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهذا شامل عام للخير والشر كله، لأنه إذا رأى مثقال الذرة التي هي أحقر الأشياء وجوزي عليها، فما فوق ذلك من باب أولى وأحرى، كما قال تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. وقال تعالى: ووجدوا ما عملوا حاضرا، وهذا فيه الترغيب في فعل الخير ولو قليلا، والترهيب من فعل الشر ولو حقيرا. هذه السورة وهي سورة الزلزلة أو سورة إذا زلزلت، هي من السور التي أخلصت لذكر الآخرة. وقد جاء في حديث أنس عند الترمذي مرفوعا أن من قرأ إذا زلزلت عدلت له بنصف القرآن. وهذا الحديث أشار الترمذي رحمه الله إلى ضعفه، وذكر ابن القيم رحمه الله أن المعنى في ذلك، يعني في كون هذه السورة تعدل ثلث القرآن، أنها قد أخلصت من أولها إلى آخرها لهذا الشطر وهو ذكر الآخرة، فلم يذكر فيها إلا الآخرة وما يكون من أحوال أهل الأرض وسكانها، ولهذا كانت تعدل نصف القرآن. استهلها ربنا جل وعلا ببيان أحداث كبار تحصل عند قيام القيامة، فقال سبحانه: إذا زلزلت الأرض زلزالها. الزلزال كما ذكر الشيخ بمعنى حركت من أصلها حركة متتابعة واهتزت. وقول سبحانه زلزالها، هذه الإضافة تفيد عظم هذه الحركة والزلزلة، كأنه يقول الزلزلة التي تليق بها على عظم جرمها، فيسقط ما عليها من بناء ومعلم، وتندك جبالها الشامخات، وتسوى تلالها، وتصير قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. ثم قال سبحانه: وأخرجت الأرض أثقالها. قال الشيخ: أي ما في بطنها من الأموات والكنوز. والتفسير بأن المراد بالأثقال ما في بطنها من الأموات قاله غير واحد من السلف، كما نسب ذلك ابن كثير رحمه الله فقال: قاله غير واحد من السلف. وذكر أيضا بعضهم أنه يدخل في ذلك الكنوز كما ذكر الشيخ رحمه الله. وقال: الإنسان ما لها. الإنسان، قال بعض أهل العلم أن المراد به جنس الإنسان،
ويحتمل أن يكون المراد الكافر خاصة، فإذا رأى هذا الإنسان ما عراها من الأمر العظيم يقول مستعظما ذلك وجلا ما لها، يعني ما الذي دها هذه الأرض التي عاهدها الناس ساكنة مستقرة فجعلها تتزلزل وتندك. والذين خصوه بالكافر نظروا إلى أن المؤمن يعلم أن هذه الزلزلة زلزلة الساعة، لكن من قال بالعموم يمكن أن يقول إنه متعجب، لأن الإنسان حتى لو علم بالشيء فكما يقال ليس الخبر كالمعاينة، فإن من عاين هذه الأهوال العظام من حقه أن يعجب ويجل قلبه كما هو شأن الناس كلهم في المحشر، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ثم أخبر الله جل وعلا أن هذه الأرض تحدث أخبارها، قال يومئذ تحدث يعني الأرض أخبارها، قال الشيخ تشهد على العاملين بما عملوا على ظهرها من خير أو شر. وهذا جاء فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية يومئذ تحدث أخبارها، قال أتدرون ما أخبارها؟ قالوا والله ورسوله أعلم، قال فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها، تقول عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا فهذه أخبارها. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب. ثم قال جل وعلا بأن ربك أوحى لها، يعني هي تحدث أخبارها بسبب أن الله عز وجل أمرها بذلك، أمرها أن تخبر بما وقع عليها وتشهد على العباد بما عملوا، وهي تسمع لربها وتطيع. ثم بين جل وعلا منصرف الفريقين في هذا اليوم العظيم وهو يوم القيامة، فإن الناس يريدون ثم ينصرفون، والورود هو القيام للحشر، إذا قام الناس من قبورهم وحشروا هذا هو الورود، بعد هذا الورود ينصرفون فريق في الجنة وفريق في السعير، وهذا هو الصدور. قال جل وعلا يومئذ يصدر الناس، يعني يرجعون من موقف الحساب ليروا أعمالهم، يعني ليريهم الله عز وجل جزاء أعمالهم. ثم بين جل وعلا أن الجزاء في الآخرة بمثاقيل الذر، فالحسنات بالمثاقيل والسيئات بالمثاقيل، ولهذا قال سبحانه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. المثقال هو الوزن، يعني مثقال ذرة يعني وزن ذرة. الذرة قال المفسرون هي النملة الصغيرة،
وذكر الذرة كما أشار الشيخ رحمه الله تنبيه على ما هو أعظم منها بطريق الأولى، بمعنى إذا كان الشخص يرى جزاء العمل السيء جزاء العمل الصالح الذي يزن ذرة، فما فوق ذلك من باب أولى أن يرى جزاءه. وهكذا إذا كان الشخص يرى جزاء العمل السيء الذي من صغره يزن ذرة، فما فوقه وأكبر منه من باب أولى، كما قال سبحانه: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. وهذه الآيات أيها الإخوة تبين لنا أهمية الاعتناء بالأعمال وعدم احتقار العمل سواء كان سيئة أو طاعة. ولهذا جاء عن عدي مرفوعا قوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة، رواه البخاري في صحيح. فشق تمرة تتصدق بها على فقير قد تكون سترا وحجابا لك من النار. الكلمة الطيبة التي تصدر منك لأخيك قد تكون حجابا لك عن النار، وهي لا تكلفك شيئا. فلا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في الجانب الآخر الذنوب، في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، كان يقول: يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا، رواه الإمام أحمد وصححه بعض أهل العلم. فمن يعلم أنه سيجزى بمثاقيل الذر من الحسنات والسيئات لا يمكن أن يستهين بحسنة أراد أن يفعلها ولا يستهين بسيئة فعلها، فيقبل على الخير وإن قل ويمسك عن الشر وإن قل، ليسلم من جزاء المسيئين ويفوز بثواب الطائعين. هذه الآية أيها الإخوة التي ختمت بهذه السورة من أجمع الآيات، وهذا جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي صحيح البخاري قوله صلى الله عليه وسلم: الخير لثلاثة، لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر. ثم بين صلى الله عليه وسلم ذلك، ثم سئل عن الحمر فقال: ما أنزل الله فيها شيئا إلا هذه الآية الفاذة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال ابن مسعود: هذه أحكم آية في القرآن. قال القرطبي: وصدق ابن مسعود، وقد اتفق العلماء على عموم الآية. وبهذا نختم هذا الدرس، وسيكون هناك درس آخر بعد 10 دقائق إن شاء الله، بعد فاصل 10 دقائق. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإيمان واليقين، وأن يجعلنا من أهل القرآن، أن يجعلني وإياكم والسامعين من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يغفر لي ولكم وللسامعين، إنه جواد كريم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.